لي يسرني ويشرفني أن أرحب بمعالي وزير الحج والعمرة معالي الأستاذ محمد صالح بن طاهر بنتر. حياك الله معالي الوزير. أهلا بك، الله يسلمك. أنا سعيد جدا بتواجدك معنا في هذه التغطية لقناة السعودية لهذا المؤتمر الدولي. نتحدث عن الفوائد التي تعتقدون أو تجزمون أنكم في وزارة الحج والعمرة سوف تكتسبونها من هذا المنتدى، وخاصة في ظل هذه المشاركة العالمية فيه. الحقيقة هو حرص كبير من المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزائرين للمملكة العربية السعودية، استخدام أحدث التقنيات. اليوم نحن وقعنا مذكرتين تفاهم مع كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجال أحدث التقنيات اللي تكون مهيئة لاستخدامها في خدمة ضيوف الرحمن في مكة، في مدن الحج، سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المشاعر المقدسة أو في منافذ المملكة العربية السعودية. أحد المشاريع، وطبعا كان مع شركة سيسكو، التي سيتم استثمار حوالي 2 مليار ريال خلال 10 سنوات لتهيئة بنية تحتية قوية تمكن من استخدام التقنية لخدمة الحاج والمعتمر والزائر في جميع أموره. وهذه طبعا من خطط الوزارة في الحقيقة، أن تكون الخدمات متوفرة لكل حاج ومعتمر وزائر على جواله. الحج الذكي معالي الوزير. الحج الذكي، خلاص يعني نستطيع الآن نقول إنه هذه المذكرتين هي بداية الطريق اللي حتبدأ وحتنهي مشروع الحج الذكي. هو بدأنا معهم نحن، ولكن هنا الآن إن شاء الله سيتم الدخول في مجالات عالية التقنية جدا. أيضا وقعنا مذكرة مع شركة SAP، شركة ألمانية، لاستخدام تقنيات تحليل المعلومات والحقيقة الخروج ببرامج تفويج للحجاج والمعتمرين لتفادي الزحام، وكل واحد إن شاء الله من الحجاج والمعتمرين يستطيع أن يذهب إلى الأماكن المزدحمة عادة، سواء الحرم في مكة أو المسجد النبوي في المدينة أو جسر الجمرات في ميناء. الجسر أعتقد أنت حليته يعني. مخصصة واضحة يتم إشعار الشخص بها الأوقات المسموح له بالذهاب فيها، وهذه تقنيات عالية جدا لتحليل المعلومات. طبعا حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن هو ما جعلنا نبحث عن أفضل التقنيات التي يمكن أن تستخدم لخدمة الضيوف إن شاء الله، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة. ما شاء الله. اللي معروف لدى الجميع أن المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا تبدأ الاستعداد لموسم الحج القادم مع يعني آخر يوم من موسم الحج للعام الماضي، واللي شفناه الحقيقة شيء مبهر وليس بغريب عليكم في وزارة الحج والعمرة ولا على المملكة العربية السعودية في موسم الحج الماضي. سأستبق الأحداث معالي الوزير وأسأل غير هالمذكرتين في ظل هذا المنتدى، ما هي مشاريعكم اللي أنتوا غير المذكرتين بدأتوا فيها أو اللي أنتوا ناويين إن شاء الله خلال هذا السنة حتى يأتي موسم الحج القادم إن شاء الله وهي جاهزة؟ الحقيقة العمل في الحجز كما تفضلت هو اهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وجميع الجهات، الحقيقة منظومة كبيرة من جهات حكومية تعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين وتسهيل أمورهم. الحقيقة أنا حبدأ من برنامج خدمة ضيوف الرحمن. البرنامج هذا اللي فيه أكثر من 30 جهة، الآن هناك مبادرات كثيرة جاهزة للانطلاق، سواء كانت مبادرات بعضها خدمية وبعضها بنية تحتية وبعضها لإثراء تجربة الحاج والمعتمر، وليس فقط هنا لأداء النسك، ولكن يستطيع أن يزور أماكن أثرية وأن يقضي وقته في الحقيقة في أماكن اجتماعية في المملكة العربية السعودية. برنامج طموح سينطلق إن شاء الله قريبا. كثير من الخدمات في البنية التحتية
الآن جاهزة ولله الحمد. فعملنا على كثير من الأمور في الحقيقة. جميل. وزارة الحج تمتلك كثير من هذه المبادرات. هيئة تطوير مكة المكرمة، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وزارة الداخلية، حقيقة العمل مستمر يعني من بعد انتهاء موسم الحج للتهيئة لإن شاء الله المواسم القادمة، ليس فقط لموسم الحج. نعم. القادم، ولكن للمواسم القادمة. وهذا اللي يدعوني لسؤال، المؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خليني أربط معالي الوزير بمستقبل الحج والعمرة، كيف تراه بعد 10 سنوات؟ هو طبعا يعني نريد أن ترسم لنا صورة، أنت الرجل يعني على رأس الهرم في هذه الوزارة التي تمس مباشرة الحج والمعتمر، ارسم لنا صورة عن مستقبل الحج خلال 10 سنوات. المملكة 2030 واضحة، تسهيل وصول المزيد من المعتمرين. الحقيقة كل واحد في أي مكان في العالم مسلم ما يمنع من القدوم للعمرة إلا نفسه، هو يستطيع متى ما قرر أن يأتي ويكند أو يحمد ربه على أي عمل من جواله، يستطيع أن يحجز ويحصل على تأشيرته ويأتي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. خدمات متوفرة وبصورة جيدة، فنادق على مستوى عالي، تجربة كبيرة، يستطيع أن يزور الأماكن التراثية والتاريخية ويقضي أوقات ممتعة فيها هو ويعني أهله. الحقيقة الشباب السعودي والشابات السعوديات يقومون بشرف الخدمة في جميع المواقع، سواء في المنافذ في مكة المكرمة، في المدينة المنورة. نحن نتكلم عن خدمات متطورة وتقنيات عالية متوفرة وخدمات ذات جودة عالية وأماكن يعني الحقيقة يتطلع الشخص المسلم للتعرف على هذا التاريخ. جميل. وسهولة في الوصول إلى المملكة العربية السعودية، ما يمنعك إلا نفسك، كل حاجة تقنيات، دخولك سهل من المطار. بس عن التقنيات معالي الوزير، في الحج العام الماضي عن تقنية أنه الإنسان ما عاد يحتاج حتى يشيل الكاش معاه ولا حتى يشيل بطاقات، حيصير حتى موضوع التعامل المالي تقني، حدثني عن هذه النقطة. هو الحقيقة هذه مبادرة طبعا وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هو استخدام الهاتف الجوال في الحقيقة في الدفع، في كل شيء يعني المدفوعات المالية تتم عبر الجوال وعبر قراءة باركود يكون موجود. جميل. طبعا هذه تسهل يعني الحقيقة الكثير من الأمور وتزيد عمليات خلينا نقول العمليات المالية، لأنها حتكون سهلة لك أنك تشتري جميع هذه الأمور. لكن نحن نتطلع إلى استخدام التقنية في تسهيل أمور الحاج والمعتمر في كل أموره، سواء كانت مالية أو خدمية أو ثقافية. يعني جميل جدا، المستقبل واضح بحوله. المذكرة الأولى بملياري ريال، ب2 مليار، والمذكرة الثانية بحالي 300 مليون ريال. نعم. لكن هذه قصيرة المدى وممكن. نعم. يعني أن يتم تمديدها واستثمار مبلغ أكبر من قبل شركة. في مبلغ محدد حاطين الآن في ضمن الميزانيات ولا وقت في إذا حان وقته إن شاء الله؟ نتطلع إلى مخرجات سريعة للاتفاقية الأولى من شركة ساب في خدمة إدارة الحشود وأمن الـ حنشوف الحجاج. الاتفاقية أثر هذه الاتفاقية في الحج القادم إن شاء ولا الله؟ إن شاء الله الحج القادم ولا بعده 2020 حيكون لها أثر. إذا احنا نضيف المليارين و300 مليون لحوالي 55 مليار دولار يوم أمس في اتفاقيات لهذا المنتدى العالمي الناجح. معالي وزير الحج والعمرة الأستاذ محمد صالح بن طاهر بنتين، أنا شاكر ومقدر لك معالي الوزير. شكرا لكم، ونتمنى إن شاء الله أن نشاهد إبهار أكثر بإذن الله كما عودتنا في وزارة الحج والعمرة. شكرا لك بإذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا لك.